لو تضعين في تفاصيل هذا الخبر عن فقدان 71 من المختطفين. بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير ومساء الحرية على الجميع. 71 مختطف استلمتهم واستلمهم أهاليهم جثة هامدة. هؤلاء المفقودين 71 مختطفا اختطفتهم جماعة الحوثي وصالح من بيوتهم أو مقار أعمالهم، قامت بتعذيبهم تعذيب وحشي أو استخدمتهم كدروع بشرية أو أنها تعمدت إهمالهم صحيا وطبيا حتى تدهورت حالتهم الصحية، مما أدى إلى وفاتهم إما داخل السجون أو عند خروجهم أول ما خرجوا من السجن. 71 هؤلاء المختطف الذين استشهدوا إما تحت التعذيب أو كما ذكرت لكم باستخدامهم دروع بشرية أو إعدامات أو تصفيات جسدية داخل السجون، هؤلاء قضية لا يمكن السكوت عنها بأي حال من الأحوال. اليوم وقفت الأمهات أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتطالبها بالقيام بواجبهم الأخلاقي والإنساني تجاه الإنسان الذي يعذب في السجن حتى يصل بهذا التعذيب إلى الوفاة. تم تسلم الجثث اليوم؟ لا، ليست اليوم، الموضوع قديم. منذ سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء وما حولها من بقية المحافظات، ونحن نسمع في كل يوم وفي كل أسبوع عن حالة استشهاد تحت التعذيب. آخرها كانت الحالة التي أعلن عنها اليوم الشاب محمد عبد الحكيم علي حمود شرف الدين، استشهد تحت التعذيب في محافظة البيضاء في سجن الرجاء. يعني في كثير من السجون وما يزال عدد كبير من هؤلاء المختطفين ما زالوا في حكم الإخفاء القسري، يعني لم يتواصلوا مع أهاليهم، لم يعرف أهاليهم حتى الآن هل ما زالوا على قيد الحياة أم أنهم أيضا تمت تصفيتهم داخل السجون. يعني هذه هي إحصائية كلية لكل المختطفين الذين قضوا في سجون الميليشيا خلال الفترة الماضية وحتى اليوم؟ لا نستطيع أن نقول إحصائية كلية، مثل ما ذكرت لكم هؤلاء الذين تم معرفة أهاليهم بمصيرهم بأنهم أصبحوا جثث هامدة تحت التعذيب أو باستخدامهم كدروع بشرية أو بالإهمال الطبي، لكن ما زال هناك عدد كبير من المخفيين الذين لا يعلم أهاليهم أي شيء عنهم، هل ما زالوا على قيد الحياة أم أنهم قضوا أيضا هم تحت التعذيب؟ طيب، الكثير من الوقفات الاحتجاجية لكم في رابطة أمهات المختطفين، هل من جديد فيما يخص التجاوب مع مطالبكم في معرفة مصير من هم معتقلين، من هم في ظروف صحية صعبة؟ هل من جديد في هذا الخصوص؟ هل من نتائج لهذه الوقفات كتجاوب؟ الأمهات لن تكل ولن تمل، سواء وجدت التجاوب أو لم تجد تجاوب. قضية المختطفين هي قضية إنسانية، قضية تحملها الأمهات، ولن تكل الأمهات ولن تمل بسبب عدم تجاوب المنظمات الدولية أو عدم تجاوب الأطراف المتنازعة سياسيا تجاه قضية المختطفين. الأمهات تحمل هذا الهم وستظل تحمل هذا الهم حتى يتم الإفراج عن آخر مختطف في السجون.